زال تشكيل هذه الإطارات الركيزة الأساسية لأي عمل تنسيقي مشترك يسعى إلى المبادرة ورفع التحدي في ظرفية دقيقة تتسم بالتيئيس والتيأس والخواء والهراء السياسي والتحكم السلطوي الحالي الجني وتهول الفساد بكل أبعاده والتراجعات الخطيرة لحقوق الإنسان على جميع المستويات واستهداف المناضلات والمناضلين إما عبر الآلة التنمية أو عبر أعمال البلطجة والتعيش وما إلى ذلك من مظاهر الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان. ونحن من هذا الموقع نتمن عاليا هذه الخطوة التنسيقية وكنظن هذا هو الهدف علاش هذه الإطارات حاضرة اليوم، لأن باش تتمن هذا العمل المشترك، لأن قراءة التقارير يمكن لها تدوز مع هذه المناسبة هذه، لأن جات في السياق ديال إحياء الذكرى ديال اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ولكن بالنسبة لنا اللي كيهم أكثر هو تتمين المجهودات ديالنا التنسيقية اللي خصت بالورع في هذه المرحلة الحالية واحد الأرضية للعمل المشترك، وبالتالي رفع التحدي بالنسبة للمشاكل وبالنسبة للانتظارات على مستوى المدينة. إلا أن وجدنا منذ الآن أن نسرع من إيقاع العمل وننعش مخزوننا النضالي الذي كان دائما متدفقا ومعطاء لا لشيء، سوى لأن التحديات هذه المرة أكثر شراسة وأكثر خطورة من أي وقت مضى، وتستلزم العمل الجماعي لتقوية الصف الحقوقي التقدمي والديمقراطي بالمدينة. إننا من خلال هذا الرصد نزعم أننا سنرسم صورة شاملة لواقع الانتهاكات، فقط سنبرز ما اعتمدناه كتنسيقية محلية للمنتدى وفق إمكانياتنا الذاتية المتواضعة، بحيث أن ما تم تجميعه من المعطيات هنا وهناك لا يدعي تغطية كافة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان نظرا لحجمها وصعوبة تجميعها بالنظر للآليات متوفرة لكل إطار على حدة، إلا أننا نعتبرها كافية لرسم صورة عامة لسلوك الدولة في هذا المجال ومدى احترامها للحقوق والحريات التي التزمت بها وطنيا ودوليا، والذي يتسم في خطوطه العريضة بتراجعات خطيرة للدولة المغربية عن العديد من المكتسبات الحقوقية التي حققتها الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والحركات الاحتجاجية والمطلبية عبر نضالات مريرة كلفت الكثير من المجهودات والتضحيات. ويمكن إجمال القضايا التي تمت متابعتها فيما يلي: على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، لا سيما في مجال الحرية العامة وضمنها حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، نسجل أنه ما زال هناك منع للوقفات والمسيرات السلمية وقمع المناضلين وملاحقتهم والاعتداء عليهم بالضرب والسب والشتم. محطة 13/6/2017 تضامنية مع حراك الريف، والتي مست أيضا مجموعة من المناضلين المنتسبين للجسم الإعلامي. استمرار خرق قانون الحرية العامة بشأن تأسيس أو تجديد مكاتب الجمعيات. استمرار رفض تسليم وصل الإيداع بخصوص وضع المراسلات والشكايات لدى السلطات المحلية، وتبقى الطلبات بهذا الخصوص مرهونة بمزاجية باشا المدينة. على مستوى الفساد الإداري والمالي، هناك صفقة 967 مليون سنتيم، بحيث أن المنتدى سجل منذ البداية عدة خروقات بهذه الصفقة بلغت إلى تجاوزات واضحة أثناء مرحلة التقاضي وتهرب المسؤولين من تحمل مسؤوليتهم في هدر هذا المبلغ الطائي الذي كان من المفترض استثماره في عدة مجالات حيوية بالمدينة. وقد سجل المنتدى استياء العمل لواقعات الفساد الإداري الذي تجلى بشكل واضح في قضية الرخص التي يتم منحها بدافع الزبونية والمحسوبية، كما أن بعض الأشخاص استغلوا نفوذهم بحكم موقعهم الإداري والسياسي أو لقربهم من أصحاب القرار بالمجلس الجماعي وحاضروا
برخص ضد على قوانين جريمة العمل. ونحن تحضر هنا قضية قاعة دوكيسا التي سحبت رخصتها بقرار عاملي بعد أن أصدرت اللجنة الإقليمية توصية بسحبها، وتم إعادة تشغيلها من طرف رئيس المجلس البلدي بتواطؤ مع أحد الموظفين المنتمي لحزبه والمعين حاليا بموقع حساس بالمجلس الجماعي. وما احتجاز ساكنة حي الشارع مولاي إسماعيل بمن فيهم سكان العمارة إلا دليلا على الحيف والشطط الذي مورس ضدهم. ونفتح هنا قوسا نوجه من خلاله رسالة إلى القضاء الذي بحد تاريخه لم يحرك ساكنا بخصوص الشكاية التي تقدمت بها الساكنة من أجل استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة. بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فإنها بالنظر من الأسس التي بنت عليها منذ انطلاقها سنة 2005 كانت تهدف إلى محاربة الفقر في الوسط القروي، محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، محاربة الهشاشة، وتستهدف بذلك أشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع والمتخلى عنهم والنساء العازبات بدون موارد. إنعاش الأنشطة المدرة للدخل وبتمويل يقدر ب 10 مليار درهم للمرحلة 2006-2010 و 17 مليار درهم للمرحلة 2011-2015، إلا أن الواقع يؤشر على مجموعة من الاختلالات يمكن تحديدها فيما يلي: ملف الباعة الجائلون والحيف الذي لحقهم جراء حرمانهم من الاستفادة من السوق النموذجي المخصص لهم بجنان فرانسيس، والذي تتحمل فيه المبادرة الوطنية المسؤولية في فشل جميع الأسواق النموذجية كسوق النصر وسوق الرحمة والسوق النموذجي كورنا والسوق النموذجي جنان فرانسيس. ونحمل المسؤولية كمنتدى لرئيس المبادرة حول الفوضى والغموض، ونطالب بمساءلته حول مدى شفافية إنفاق المال العام في مثل هذه المشاريع. ملاعب القرب والخراب الذي حل بها بعد هضم الكثير من مال المبادرة بحيث أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها في غياب المتابعة والتنظيم وأعمال الصيانة والإصلاح وربطها بالبرامج الريادية والإشعارية. كما لاحظ المنتدى انحياز وميل هذه المبادرة إلى بعض الإطارات المرتبطة موضوعيا معها، إما بعلاقات شخصية أو لتقاطع المصالح المشتركة، مما جعلها تحظى بصفقات مدرة للدخل دون غيرها من الإطارات والجمعيات الأخرى التي لها نفس الأهداف. ما تزال عقلية الصفقات المدرة للنفع الشخصي والخاص هي المتحكمة في إدارة وتسيير المشاريع ذات النفع، ويتعلق الأمر بمركزي الوحدة وقاعة بوحنيني اللذين تم بناؤهما من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن مشروع حدد ب 200 مليون سنتيم، إلا أن هناك مجموعة من الاختلالات التي شابت هذا المشروع وتكشف في عمقها عن علاقات تواطؤية مشبوهة بين المسؤول عن المبادرة الوطنية المكلف بتتبع أشغال التسيير والتجهيز ورئيس المجلس البلدي بالعرائش. أظن أكتفي بهذه المعطيات لأنها صعبة.